السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. هذا النهار ان شاء الله غادي نتحدثوا على واحد الموضوع ديال الجروح ديال الارجل ديال الارانب. هذا قلنا انا عندي فواحد نقول واحد السيمانه ارمات الصغار ديالها قبل من الوقت. علاش؟ لان كانت مريضه وانا ما ديتهاش فيها، لان كانت مريضه من الارجل ديالها. هانتوما هي دابا راه بدات كترد الصحه ديالها، ولكن انا ضعت واحد الخلفه. لذا انا كننصح المربين المحترفين او اللي عاد بادين انهم ديما يقلبوا الرجيلات ديالهم بانتظام. الا لقيتوا شي جرح، راه هذاك الجرح راه ما كيكونش كيبرى. ان انا كنت داويته في واحد الوقيته وقلت راه صافي راه برا، ولكن مع المده اكتشفت بان داك الجرح كيبقى يتقشر وكيبقى يطيح غير بوحدو، وكيبقى يتكون القيح وكي الارجل ديالهم كي يتنفخوا. بحثت في الانترنت، شفت سولت يعني واحد البيطاري قال لي تقدر دير واحد الانتيبيوتيك، ولكن ملي شاف الارجل ديالها هكا فيهم ديك الجروح قال لي ماشي مشكل. لذا غادي نقترح عليكم واحد الطريقه اللي هي سهله. اول حاجه وهي الاظافر خصهم يتحيدوا، لان هما اللي كيشدوا في الكاج هكا، وانها كت 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 كي كي كتعقر وكيبقاو ديما كيتجرحوا. ثاني حاجه منين كتكون الارنب هزيله، حاولوا انكم تبدلوا لها الماكله، عطيوها شي ماكله اللي تكون مثلا شي حاجه سيكاليم، يعني حيدوا عليها الخبز، لان الخبز قليل فين كياكلوه غير كيعاونوا به. هذا غير مساعده الا بغيتي تساعد. ولكن انتما الا لاحظتوا معايا هنايا، الا شفتوا الارجل غادي تلقاو واحد الجروح يعني كبيره. انتما تقريبا حتى يتحيد منها الاخر الزغب، وهي حتى الجهه الاخرى انتما الا لاحظتوا معايا. ولكن الحمد لله راه شويه بدات كتبرى، درت لها واحد شويه بيتادين، وما ما درت لها لا انتيبيوتيك ما لا والو، يعني غير سميتو راه بدا كينبت لها شويه ديال الزغب. وفوق هكا فوق هذا والاهم في الاهم وهو موقيت. انتما شوفوا الكاج، ها هو انتما كما كتشوفوا الا حطيناها هذاك الكاش كيبقى مره يحردها. واخا هي راه باريه، ولكن باش تكمل الشفاء ديالها كنحاولوا نديروا واحد الموكيط هكا كيما كان، واخا يكون قديم ولا ماشي مشكل، يكون نقي واحد الشويه وصافي. انتما كما كتشوفوا غير واحد المده بما تبرى، يعني منين تحط الرجلين ديالها تحطهم بواحد الطريقه اللي هي مزيانه بما تبرى ان شاء الله. انا غنحاول هاد الايام هادي غنعطيها واحد الراحه، ما غاديش نزوجها انتم كما كتشوفوا. وبالنسبه للفضلات ديالها انتم خليت واحد شويه ديال الفراغ من هنايا، قطعتو هنايا باش مره نبقى نسوسو غير بيديها هكا بما تبرى واحد سيمانه ولا. انتم كما كتشوفوا ها هي دابا هنايا دارت الفضلات ديالها، كي كان اسمها ندير غادي غير ندفعو هكا واحد شويه صافي، ها هو تحيد. هاد الطريقه هادي راه في الحقيقه غير من الابتكار ديالي، ان البيطاري نصحني قال لي خص الارضيه انها تكون نقيه اول حاجه، يعني ما تحطوهاش في الارض وتخليوها تقول ها غادي تولي مزيانه، لان الارض من لابد ما غادي تكون بحال الا كانت فوق السطح ولا من لابد ما تكون شويه موسخه. انايا اقترحت عليه هاد الطريقه هادي، قال لي مزيانه الا دير واحد الموكيط ولا شي حاجه يكون شويه سميك. هي دابا شوفوا راه مسكينه راه بدات شويه كتراجع، راه كانت ضعافت بزاف ملي رمات وليداتها، لان ملي كتكون الارنب عندها شي مرض ولا راه ما كتكملش الولاده ديالها، انها كتبقى غير مقابله المرض ديالها، ما كتقابلش ولادها، ما كتقابلش الخلفه ديالها، لدرجه انها رمات الولاد ديالها قبل من الوقت بسيمانه. عفوا رماتهم قبل بسيمانه، ولكن انا ما يعني ما غضبتش ولا شي حاجه، لان داكشي ديال الله اول حاجه. ثاني حاجه خاص المراقبه، انا ما راقبتلهاش رجليها وهي مسكينه كانت مقيحه، رجليها كانوا مقيحين،
الدم، انا ما شفتش الدم، ولكن الانتفاخ ديال الارجل خلاها ما تهتمش بالصغار ديالها وترميهم قبل من الوقت. هذا هو النصيحة ديالي، ديما تقليم الاظافر هو اول حاجة. ثاني حاجة ان خص الارجل ما يكونوش عندهم شي التهاب او منفوخين، وخص الزغب يكون نابت فيهم. هاي دابا انتم كما كتلاحظوا ان ديك الفيتامين اللي درتها لها راه قصحت لها ديك الجرح، ودرت لها واحد البوماده عاديه، البوماده اللي متاحه عندكم في الدار ديال الجرح. واحد 3 ايام راه كتولي مزيانه. اذا هذا الموضوع ديما المراقبه ثم المراقبه. كنشكركم على التتبع والتعليقات ديالكم. تكيو على زر الجرس وساندونا بزر جيم. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.